بدوره أكد فخامة السيد عبد اللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق أن بلاده تنطلق في علاقاتها الخارجية وفق ثوابت راسخة من مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، رافضا في الوقت نفسه الانتهاكات التي تطال سيادة أي بلد وسلامة أراضيه. وجدد العراق دعمه الكامل لكافة الجهود العربية لتجاوز التحديات وأثار الأزمات الإقليمية والعالمية وكل الجهود الرامية لحل الخلافات السياسية وبناء جسور الثقة من أجل الوصول إلى الاستقرار. ينطلق العراق في علاقاته الخارجية وفق ثوابت أهمها مبدأ الحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الداخلية واحترام سيادة الدولة الأخرى، وفي وقت ذاته يرفض العراق رفضا قاطعا الانتهاكات التي تطال سيادته وسلامة أراضيه ومواطنيه الأمنيين تحت أي ذريعة، واستخدام أراضيه ساحة لتصفية الحسابات أو أن تكون دماء أبنائه وسيلة لتحقيق أغراض سياسية لأي طرف، فإنه يحذر بأن استمرار تلك الانتهاكات والردود الأفعال المتقابلة سوف يزعزع استقرار المنطقة بالكامل التي دفع أبناء العراق تضحيات كبيرة لتحقيق ودحر آفة الإرهاب نيابة عن العالم أجمع. يشهد العراق اليوم ثورة اقتصادية وخدمية تتبناها الحكومة في إفتاح المشاريع وتقديم الخدمات الجديرة بأبناء شعبه، وبذلك أجدد الدعوة لأشقائنا إلى تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري في مقومات النجاح السياسية والمادية والبشرية التي يمتلكها العراق بوصفه بيئة استثمارية مهيئة للوصول إلى تكامل الاقتصادي وتحقيق تطلعاتنا جميعاً بتعزيز العمل المشترك، والكل أمل بأن تسدد قمتنا هذه إرادة شعوبنا للنهض نحو تحقيق أهدافنا ونوحد كلمتنا للتناول في قضايا من موقع المبادرة وبكل منطق وحكمة.